على حلبة من نار خاض فريقات جيش ونفط الجنوب قمة مباريات الدور الممتاز بكرة اليد بحثا عن لقب البطولة المستقر في خزائن فريق الجيش منذ موسمين، والذي يسعى لاعب النفط إلى نقله إلى البصرة في حدث تاريخي يأملون كتابته هذا الموسم. الجيش لم يظهر بحيويته المعهودة غافلا عن قيمة الفوز التي كانت تضعه على مرمى حجر من الإمساك بكأس المسابقة مجددا. أحسن من كل مباراتنا اللي لعبناها محليا، يعني أداءنا في تصاعد. احنا التوليفة هاي أول مرة نلعب فيها، لأنه عندنا لاعب كان يلعب منتخب إيران التحق بالبطولة الآسيوية، عندنا لاعبين بالمنتخب، عندنا الحقيقة يعني هاي التوليفة هاي صار لنا زمان ما لاعبين مع بعض، هاي أول مرة نلعب، وإن شاء الله نقدم أفضل من هذا بعد بالجايات. لاعبو نفط الجنوب كانوا كتلة من حديد طوال زمن اللقاء، فارضين سيطرة مطلقة رفعوا فيها فارق الأهداف مبكرا على حساب الجيش الذي ترك أسلحة قوته خارج أوقات التغطية. المباراة اليوم ما كنا جيدين، كنا سيئين جدا، اللاعبين مو بيومهم، يعني أول مرة تحدث بفريق إنه الفريق كل اليوم جملة من الأخطاء، يعني فرص كثيرة ما استثمرناها، ضياع فرص كثيرة مع حارس المرمى. كانت مباراة جيدة، الجيش من أفضل الفرق العراقية وأداؤنا كان أفضل على المستوى الجماعي والفردي، قدمنا أجمل مبارياتنا والفوز جاء مستحقا. النتيجة النهائية التي مضت لصالح نفط الجنوب ب31 هدفا مقابل 21 أحيت آمال الفريق البصري في الاقتراب من القمة بتقليصه الفارق إلى 3 نقاط عن الجيش المتصدر قبل جولتين من موعد الحسم. كنا باردين، بدينا المباراة يعني شفت انه الحارس مو بيومه، الدفاع مو بيومه، الهجوم مو بيومه، ضيعنا الكرات، ظلت هذا مسلسل ضياع الكرات، احنا نروح نضيع بالهجوم ما يقولون بالدفاع. هاي مثل ما تعرف الرياضة، اللي يكون زين بالملعب هو اللي يتوفق هو اللي يفوز، واقول الحمد لله والشكر احنا بعد انه هاي نهاية المرحلة الأولى. عدنا اللفتة الحرة بغداد.